بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا إخوان، الله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم حتكلم عن مواضيع بسيطة عن الموديلات اللي عندي، اللي هي طبعا موجن سيكي تراجي و ارما كريتون، الموديل الصاخب البطل هذا. طبعا لسه ما نظفته، انا جربته اليوم، استخدمت عليه بطاريتين، استخدمت عليه 6 سل ماكس امبس 120 سي الافراغ، واستخدمت عليه ماكس امبس 4 سل ثنائية النواة اللي هي 150 سي. طبعا ثنائية النواة يعني بيعطي الموديل اداء الريسنج، يعني ما في العزم القوي جدا اللي يوصل الموديل للأداء الصاخب وعملية الترفيع، لا ما بيعطيك إياه. اللي بيعطيك إياه الأربع سل هذه أداء الموديل بثبات حتى في اللفات. يعني لاحظوا إنه الطاقة العالية، الباور العالي، بيأثر كمان في أداء الموديل، إنه طاقة عالية جدا فبيحوص عليك الموديل مع اللفات. لكن لما يكون طاقة يعني متزنة ومعقولة، 4 سل و150 سي الإفراغ، فبتعطي الموديل يعني أداء منطقي وثبات، وهذه طبعا مناسبة للريسينج، يعني ما حتكون مرغوبة لكل الناس إلا اللي يعني بيستخدم الموديل بالأداء الهادي يعني شوية. لكن طبعا الستة سل هي الأفضل لتصميم الموديل هذا، أرما كريتون موديل صاخب، فمناسبة عليه بطاريات 6 سل، وطبعا ما في أفضل من ماكس إمبس 120 سي، ممتازة. و6 سل بتفرق معاك كثير حتى في ترفيع الموديل. بالأربعة سل الموديل لا يمكن يرفع معاك، لا يمكن يرفع معاك، حيبدأ يرفع معاك بال6 سل وترفيع وينقلب وروعة. فحتشوفوا مقطع يعني بعد المقطع هذا بإذن الله، ما أدري حينزل إذا كان في وقت اليوم أو بعد أو بكرة أو يعني في القريب العاجل، حوضح فيه أداء الموديل أرما كريتون بالأربعة سل والستة سل. الستة سل حقيقة مناسبة جدا، ترفيع، أداء صاخب، سرعة عالية، والحقيقة يعني أرما شركة بطلة والله، يعني إنها قدرت تصمم موديل مناسب للأداء الصاخب، مناسب ل90% من محبين الهواية، ويعني بزنس رائع، صفقة رائعة، سعر موديل رائع. يعني تقريبا أرما كريتون تقريبا ما يتجاوز 2500 ريال، بتاخذ له بطارية، بتاخذ له ريموت، يعني ممتاز أو لا بأس فيه، يعني بحدود 160 دولار زي فوتابا. تقدر تزود السعر في موديلات كثيرة من فوتابا ومن سبيكتروم، أنواع أفضل من اللي كان راكب عليه اللي هو 2، وبطارية زي ماكس إمبس هذه في حدود 1500 ريال قبل الخصم، والتوفيق من الله في سعر أفضل من كذا. يعني مشتت ومروحة مهم جدا، الحرارة العالية اللي بتكون في الموديل وتشتيتها ويعني تفريغها. إذا حبيت تغير سير السيرفو، طبعا السيرفو لا بأس فيه اللي راكب عليها، وبيكون بطيء أكثر ببطارية 4 سل، انت عارفين 6 سل حتى بتزود سرعة السيرفو، لكن لو ركبت عليها طبعا مثلا زي سبيكتروم في موديلات سيرفوهات، كمان بروتكت ار سي 170 اس بي ال ممتاز جدا جدا حيكون على الموديل، فهذه كلها مصاريف اضافيه بتضاف. مشتت ومروحه والله، ما افتكر السعر. لا تنسوا جمارك وكمان رسوم وكمان مكسب المتجر، يعني هو مجرد حيوصل لي، لا طبعا. ففي امور كثيره يعني بتضاف على قيمه الهوايه الممتعه هذه، اللي يعني واضح جدا انها هوايه مكلفه لكنها هوايه ممتعه وجميله جدا. لكن السعر الحقيقة جدا روعة، يعني في متناول يعني إن شاء الله نسبة كبيرة من الناس. يعني هو الواحد اللي يعني يتمنى تكون يعني يكون أسعارها مناسبة لشريحة شباب صغار السن اللي لسه بيدرسوا في مدارس
عندهم مصروف ممكن يجمعوا منه، أو إنها تكون هدية نجاح فهي طبعا أفضل. فالمهم إنه يعني موديل يعني صمم لستة سل، بالأمانة ستة سل روعة 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 عليه، وجدا مناسبة، والحمد لله عندي بطاريات ممتازة ويعني مناسبة لهذا الأداء. إنما الموديل الاحترافي هذا، وأنا يعني تقريبا ماني متأكد من السعر، يعني تقريبا مع البطارية في حدود 8000. فشوف المقارنة بين يعني، وطبعا أكيد لو أقول 2% مقبلين على عفوا على موديل زي تراجي الاحترافي هذا، البروفيشنال تراجي من موغن سيكي الشركة اليابانية. فطبعا هذا ريسينج only racing، يعني ممكن لو بغير له كفرات برولاين حقت التراجي يعني بيعمل شوية أداء فني في الرمال، لكنه طبعا يعني خفيف ومرن جدا، وهذا اللي بيميز موديلات الريسينج، تصميم القص الألمنيوم الإضافات. ف يعني هذه امتيازات الموديل هذا، وتطور المكاين اللي فيه قيمتها ضعف أو أزود من الضعف عن قيمة المكاين اللي بتتركب على موديلات يعني صاخبة زي ما تشايفين يا أخوان. إن شاء الله تكون الصورة واضحة، بحاول أوضح لكم هي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما تشوفوا إن شاء الله أنها تكون زي ما تشوفوا يا أخوان. طبعا زي ما الأوامر الموجودة على نفس الماكينة اللي هي 42 72، زي ما تشايفين طبعا ثنائية الاتجاه، معناتها في أكثر من تطبيق، في طبعا دبليو اللي هو سي سي دبليو وفي سي دبليو. فعلى تطبيق سي دبليو ممكن يا انك تخفض التورك للعشرين وتزود السرعة، او انك ترفع التورك الى الاربعين. وعلى التطبيق الثاني عكسه، يا انك على هذا التطبيق ترفع التورك الى 40%، او انك تخفض التورك وبالتالي بتزيد السرعة. لكن هو في سواء التطبيق الاول او التطبيق الثاني فهو موجود على 30، زي ما انتم شايفين ان شاء الله الصورة تكون واضحة، موجود على 30. فطبعا هذه امتيازات الماكينة اللي هي 42 72 من هابي وينج 2250 كيفي، مناسبة للتراجي ومناسبة للباقي. فهذه الامتيازات غير تخفيض الحرارة، غير يعني تعطيك الماكينة أكثر من تقريبا إلى 90% من الطاقة حقتها كحماية الماكينة، المعادن النحاس المستخدمة في الموديل، حماية الموديل من موديل محمي من ارتفاع الحرارة إلى درجة عالية جدا. فهذه امتيازات بتكون في المكاين الخاصة بالموديلات الاحترافية، وانت بالتالي لما بتدخل اي سباق بتشيك وبتشوف الحلبة اذا كان فيها مرتفعات اكثر فبتزود التورك، اذا فيها مساحات طويلة اكثر تزود السبيد. طبعا نسبة وتناسب، لا تنسوا يا اخوان احيانا التورك هو بيساعد في رفع السبيد، السبيد المطلق من غير عزم ما بيشيل الموديل ديفرنسات شيفتات ودرايف شيفت وضغط ماكينة ووزن بطارية، فمحتاج المسألة الى عملية وزن في استخدام الموديل قبل كل مسابقة أو قبل كل حلبة بتستخدم فيها الموديلات البروفيشنال هذه اللي فيها امتيازات في معادن وأمور كثيرة، وتيربو بيانات بيعطيك بيانات كاملة وسرعة قراءة البيانات، ففيها امتيازات كثيرة. وفي الفترة الجاية كمان بستخدم بجرب رفع التورك وخفض التورك. أنا طبعا على سي سي دبليو موجود عندي النظام، فبرفع التورك فيه وبشوف أداء الموديل وكيف بيختلف معايا. الموديلات زي ما انتم شايفين يا اخوان، هنا المسمارين، انفك المسمار هذا والمسمار الثاني، وبعد كده تغير في حركة القرص الخلفي ده او القطعة الدائرية هذه. وزي ما انتم شايفين هنا الوزن، زي ما انتم شايفين هنا
واضح لعملية التسنين زي ما انت شايفينها. التسنين هذه موجودة في نفس القطعة هذه وبتقدر تحركها وترفع التورك الى 40 او انك تخفضه الى 20 وتزود السرعة. فهذه في يعني المقاطع الجاية بجرب فيها يعني اداء الموديل، وفي نفس الوقت حركب عليه بطارية 6 سل بجرب اداءها بشكل بسيط جدا من غير ما يعني اسبب لا سمح الله مشكلة في الموديلات الاحترافية، بتكون يعني اقل تحمل لموديلات الستة سل. رغم اني انا متكلم مع السائق الخاص بموجن اللي هو مستر ادم، قال لي لا ما في مشكلة 6 سل على بطاريات على الموديل موجن سيكيت تراجي هذا MBX 8T يعني ما في أي مشكلة وتقدر تستخدمها. فبجرب هذه في الفترة الجاية، بس حبيت أن أوضح لكم زي ما تشايفين الموديلات هذه. طبعا في أكثر من شركة عندها ريدي، شركات كثيرة يعني منزلة موديلات تقدر تتحكم في التورك أب تورك أور داون تورك. الله يعطيكم الصحة والعافية. معلومة بسيطة زي ما تشايفين عشان ما حستخدم البطارية في يعني الأسبوعين الجاية بعد تجربة الستة سل على الموجن أو أي أداء ثاني لموديل ثاني ستة سل، ممكن الفورزا أو أي موديل ثاني. فطبعا أنا ما بستخدم البطارية هذه، صحيح بطارية جديدة لكن بدل ما تتلف علي أعمل لها ريستورج زي ما شايفين. انا عملت ريستورج وخلاص اداني الاوكي، عملت ريستورج في وقت بسيط جدا بعد ما جبت البطاريه من الاستخدام استخدمتها. طبعا حتشوفوا كمان اداء البطاريه هذه واداء الستة سل اللي هي طبعا المناسبه جدا على ارما كريتون الستة سل، فما بستخدمها. فعملت ريستورج بكل بساطه، احموا البطاريات واحموا نفسكم. لو تشوفوا مقاطع على القناه الجميله اللي الواحد بتابعها اللي هي دبي اللي هو ناشونال جيوغرافيك، جايبين مقطع على انفجار الجوالات، حتشوفوا مقاطع فظيعة جدا جدا. أنا يعني صورتها كده تصوير لا بأس فيه، لكن بحاول أجيب لكم المقطع وتشوفوا بطارية الجوال اللي هي تعتبر ولا حتى عشر البطارية هذه، تعتبر ويمكن يعني ما أكون مبالغ 2% من البطارية هذه انفجارها كيف، فما بالكم ببطارية زي هذه ممكن بومب حقها يكون كيف. فبكيرفول يا أخوان، بطاريات اللايبو خطيرة لا تستهينوا بها أبدا. أعيد وأكرر دائما، والنصيحة والأجر ويعني الأجر ممكن يكون حماية من الله سبحانه وتعالى وسعادة في هوايتي هذه. فالله يعطيكم العافية، خلوا بالكم احموا نفسكم. إذا عندكم أطفال لا تأخذوا لهم لايبو الآن، سنهم لسه ما هم مستوعب خطورة البطاريات هذه وكيف حمايتها. ميني باتري ممتازة لا بأس فيها، حتى يعني الاصطدام والارتطام فيها أخف على أداء الأطفال. لكن طبعا أطفال من سن 14 الهواية هذه، من 14 إلى إلى مفارقة الحياة بعد عمر الطويل. الله يعطيكم الصحة والعافية ومتعكم بحياتكم أجر كبير والتوفيق والرضا من الله سبحانه وتعالى. موفقين دائما يا أخواني، وربنا يحفظكم واستمتعوا بالهواية الجميلة هذه، طاقة إيجابية. حنشوفوا تجارب في الفترة الجاية على رفع التورك على ستة سل على هذا الموديل، طبعا بكيرفول يعني مع الانتباه يعني. الله يعطيكم الصحة والعافية، تحياتي أخوكم ياسر باجهمو.